بليسيت في الاول ديال الماتش سي دوماج الريزلت وقع بحال هكا ولكن سي نورمال ما لعبناش 3 سنين البطوله وقع عامين ونص دونك داكشي كنا عارفين غيوقع والله نتمناو نخدموا باش نرجعوا مزيان ان شاء الله نتكاليفيو في البلاي اوف هذا هو الاوبجيكتيف ديالنا هو يكون بهذه الطريقه انا حاب حقيقه في قل في الاستعداد قل في الاستعداد والعاية تاع السفر وداك الشيء تاع وزاد علينا ولكن كنقول هذا الشيء كيوقع لنا كيوقع في اي فريق ان شاء الله كنكون الى تعزت بعض اللاعبين والمشكل الكبير اللي وقع لنا هو لا بليسور تاع اسامه تاع كريم نسبه الموزع الرسمي ديالنا والرئيسي ديالنا تاع هو زادنا من المحنه كنتمنى ان شاء الله حيت قلنا ديجا قلنا المشكل تاع رونفورسمون تاع الموزع دابا حتى الموزع الاصلي هو توقع طب لعبنا بلي جون المهم ان شاء الله غادي نحاولوا نداركوا وتكون الامور ان شاء الله اولا بغيت نهنئ اللاعبين على هذه المقابله الجيده اللي قمنا بها الحمد لله حاولنا نابوزيو لو ريتم ديالنا اوفونسيف ديفونسيف حاولنا باش كذلك نطبقوا التعليمات ديال المدرب عكس المقابله الاولى اللي كان فيها شويه ديال لابريسيون ديال لو دوت اللي الكل كيعرف الاسباب ديالها راجع على عامين ونص ديال البطوله ما كانتش الحمد لله ديال الفوز الثاني ديالنا هادشي غيرفع حاول يرفع لنا المعنويه ديالنا باش نحاول نمشيو في البطوله ان شاء الله في ابعد نقطه اللي غنقول لك دابا حنا كنجيريو ماتش ماتش هنا البطوله باقا طويله كنظن حتى الاخر فان جويلية هذا غادي يكون النهائي ديال البطوله فارق تقريبا 90% ديال اللاعبين الجدد ما نقدرش نقول لك دابا لو روندمون ديال ليكيب كيفاش غادي يكون في المستقبل ان شاء الله حنا كنحاولوا نخدموا الثقه باش كترجع اللاعبين يعني داك لومبيونس وداك ليسبري ديكيب ديال لي جوغ اللي غادي ليسبري ديال اللعابه بدات كتبدل شويه بدينا كنعرفوا بان راه دابا دخلنا المنافسه وان شاء الله حنا كيف قلت لك حنا لوبجيكتيف ديالنا هو نكونوا فرقه ان شاء الله باش نمشيو في ابعد نقطه بسم الله الرحمن الرحيم هذه المقابله الثانيه في بطوله هذا الموسم حققنا الانتصار الثاني بفضل المجهودات ديال اللاعبين وكنظن بان المستوى الفريق غادي يبقى غادي في ارتفاع ان شاء الله لان فرق كبير ما بين المقابله الاولى اللي لعبنا والثانيه حيدنا شويه ديال الضغط على اللاعبين وقاموا بمقابله جيده وغادي نستمروا في التحسن وفي العمل حتى توصل لنهائية البطولة باش نكونوا واجدين أننا نلعبوا على المراتب المتقدمة في البطولة ولما لا إذا كانت شي فرصة الفوز بلقب من الألقاب علاش